يقيم تقدم الدول وقوتها الاقتصادية والسيادية سابقا وحاليا بعوامل مهمة أبرزها شبكة سكك الحديد والموانئ وشبكة الطرق الداخلية والدولية، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية واستثمارها. وأي توجه في تفعيل أي من هذه الأولويات هي خطوة بالاتجاه الصحيح وفق التقديرات الاقتصادية، لكن العراق كان يواجه أزمات كبيرة عطلت إكمال المشاريع الاستراتيجية. فميناء الفاو على سبيل المثال إذا أريد له أن يكمل فسيحتاج إلى وقت، فالاقتصاديون يعتقدون أن المشاريع الاقتصادية العالمية تتحرك سريعاً، والقوى الاقتصادية العظمى في العالم لن تنتظر أحد، وهذا بمثابة الحافز للعراقيين ليكملوا مشاريع الربط السككي وينشئوا شبكة طرق تمكن العراق من الحفاظ على مكانته الدولية التي تمثل عقدة الربط بين آسيا وأوروبا. ويبدو أن هذا ما يسعى له العراق اليوم بعد أن أكمل اتفاقية الربط السككي مع إيران، وهذا يعني أن العراق سيرتبط مباشرة بشمال الصين، ناهيك عن الاتفاقية الأخرى مع الأردن ومصر والسعودية وحتى تركيا. وهذا يعني أن العراق مقبل على حركة اقتصادية وتجارية مهمة ستغنيه عن موارد النفط في حال استثمارها بشكل جيد. لبرنامج دينار علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد.